بشخصية مصرية استثنائية، عالم كبير عبر بكفاءته وبعقليته الفذة في الحدود، خرج من قلب الدلتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها تجاوز الأفاق ليصل بعلمه إلى سطح القمر. مع العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز. أنا لما رحت أمريكا كنت بتميز عن كل زمايلي الأمريكان. طب ماذا ينقصنا في المجال العلمي في مصر؟ احترام العلم والعلماء، الذكاء الاصطناعي اللي بقى حديث العالم حاليا، وبيني وبينك ما نعرفش هيودينا فين. ممكن جدا الحاجات دي تسهل لنا الحياه وتعمل لنا حياه احسن واسهل. كيف ترى التعليم حاليا في مصر؟ اول ما بدات اتكاك الملازم، اول ما بدات الدروس الخطوبيه، انا عرفت ان التعليم هيفسد، المعلم هيفسد والمتعلم هيفسد. الأحداث اللي بتدور في غزة، سمعنا على مظاهرات، يمكن دي لأول مرة في المدن الأمريكية، ضد ما يحدث من إسرائيل، لأن الإعلام كل يتكلم عن الحاجات دي ولا الناس تعرف الحقيقة. المواطن الأمريكي كما نسمع عنه، هل هو يعني مهتم بما يدور في العالم كله أم منصب اهتمامه في الأصل على بلده؟ في الأصل على بلده، لأن البلد كبيرة جداً، مشاكلها كبيرة جداً، مشاكلها الحياتية صعبة. من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم فارق التوقيت، كان لنا مع العالم المصري الكبير هذا اللقاء. من نيويورك إلى القاهرة في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.